اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الدجاج مبخر ومحمر في الفران. هنايا كنحتاجو من كيلو ديال الدجاج حتى الكيلو ونص. هنا عندنا كيلو لارب ديال البطاطا، 3 د المعالق كبار نتاع المعدنوس مقرط، عندنا هنايا معلقه صغيره وهي تكون عامره نتاع الخرقوم، هنا عندنا سكنجبير نيت نفس المعلقه، هنا عندنا التحميره، عندنا الملحه، عندنا معلقه كبيره نتاع زريعه القزبور، هنا عندنا معلقه صغيره ديال ديك الثومه اللي راه سبق لي وحضرتها لكم، يعني الثومه اليابسه، عندي معلقه كبيره لا موطارد، عندي هنا شويه الزبده، هذا باش غادي ندهنوا الدجاج فاش نبغيو ندخلوه للفران مع بطاطا، عندنا زيت العود. هنا كنجيبو الدجاجه هكا، راه حنا غاسلينها، راه سبق لي وريتكم كيفاش كنحضروا الدجاج، وريتكم كيفاش تقطعوها، هذه عاوتاني كنقطعوها بطريقه اخرى. هنايا كنجيو للدجاجه هي هذه، كنجيو للظهر ديالها هكا، وكنحشيو الموس هنا، وكنهضوا كنجيو لهنا لهذا الصدر، هذا راه كتكون فيه واحد القرويزه، حنا غير كنضربو هكا كيتحل. لان دائما كنقول لكم الدجاج اللي كيكون يدوز في الفران راه حنا كنخليوه بالجلده ديالو، شكون الدجاج اللي ما كنديروهش كنحيدو له الجلده اللي كتكونوا نطيبوه بالمرقه. هنايا عندنا هاد الدجاجه غادي نقسموها على 4، هانتوما حنا قطعنا على 2 وغادي عاوتاني نقطعوه على 4، غادي يبقاو الفخاد بوحدهم والصدور بوحدهم. هنا هانتوما تشوفوا الدجاج انا قطعته، علاش غنبخروه وندوزوه في الفران؟ لحقاش المبخر دغيا كيوجد، يعني الا درناه في الفران هكا خضر يعني كيحتاج واحد الوقت طويل. ديروا العطريه ديالنا، هذيك الثومه، زريعه القزبور، هنايا عندنا 4 المعالق كبار، عندنا 3 المعالق نتاع المعدنوس، غادي نديرو 2 وغادي نخلي وحده غادي نخليوها غادي نستعملوها البطاطا. نزيد معلقه الخردل يعني د لاموطار، الملحه كيبقى لكم على حسب الذوق، ولكن ما تنساوش ان الدجاج ديالنا فاش كنكونوا غاسلينو راه حنا كنكونوا مرقدينو في الملحه، يعني غادي نديرو نشوفو. السودانيه كيبقى لكم الاختيار. هنايا انا درت العطريه كامله، غادي نزيدو تقريبا داك 2 معالق كبار ديال الزيت، هنايا غادي نزيدو واحد 2 معالق كبار، جات فينا طلقنا هاد العطريه ديالنا غادي تطلق ما تبقاش هكا يعني مجموعه. هنا نجيبو الدجاج ديالنا، راه حنا كنكونو متاكدين من لاصوص، من الملحه ومن الحرور على حساب اللي بغا، انا راه ما درتش الحرور وهاداك اللي بغا كيديرو. هنايا كنحاولو ملي كنحشيوها في هاد الجناب ديالها، غادي نخليوه تقريبا واحد ما بين 15 حتى 30 دقيقه كيشرب هاد الشرموله ديالو، عاد باش نديروه في الكسكاس باش نديروه يتبخر. هنا هاد البطاطا راه حنا كنغسلوها مزيان، كنغسلوها راه حنا درنا الماء في البرمه يعني اللي غادي نبخروا عليها الدجاج. دابا هاد البطاطا غادي نديروها في ديك الماء، راه البرمه ديالنا راه غليانه، يعني بطاطا دي تسلق لتحت والدجاج دي تبخر من الفوق. معها واحد المعلقه ديال الملحه باش ديك البطاطا ما كتسلقش باسله، كتسلق من السما بالملحه. هنا دابا غادي نغطيو الكسكاس ديالنا وغادي نديروه فوق البرمه، راه غليانه غادي نحسبوا له 30 دقيقه، ولكن بعد ما تدوز واحد 15 دقيقه غادي نحاولوا نثقبوا ديك الدجاج ديالنا هكا
نثقبوه في الصدر ديالو ونثقبوه في الفخاد باش دغيا يطيب لنا. هنا الدجاج ديالنا هو راه طاب، هانتوما كتشوفوا راحنا متاكدين منه بلي راه طايب. هنا هاد البطاطا كنحيدوها من ديك الماء يعني اللي كانت كتطيب فيه، كننقيوها كنقشروها، من بعد ما كنقشروها كنخليوها حتى كتبرد، ما كنقطعوش هي سخونه، الا شينا نقطعوها وهي سخونه راه هادي تفرتت لنا، كنخليوها حتى كتبرد عاد كنقطعها هكا دويورات مغلاضين مرقاقين. هنا كنجيبو شويه غير ربع المعلقه نتاع الكمون، التحميره، الخرقوم، الملحه، هي واخا ملذده بالملحه ولكن نزيدو شويه الملحه، غادي نخلطو كلشي هكا. اللي كيبغيها تكون حاره ممكن يزيد فيها الحرور، حنا بالنسبه للاطفال ما كيبغيو، هما الاطفال كيبغيو بطاطا ولكن ما كيقدروش على الحرور. دابا هنا غادي نتبلو هاد البطاطا ديالنا، وباقي لنا واحد المعلقه ديال المعدنوس حتى هي غادي نزيدوها، نخلطو كلشي ولكن غير واحد التخليطه خفيفه، يعني ماشي غادي نخلطوها باش تعجن اولا تربل. حنا خصنا بطاطا تبقى لنا هكا صحيحه. كنجيبو لاطه اللي كتدخل للفران، ممكن ديرو حتى في لاطه اللي غادي تقدمو فيها ماشي مشكل. هنا كندهنوها هكا بالزبده، ممكن ديروها حتى في الطبسيل ديال الطوس، لان حتى الطباسيل ديال الطوس راه كيدخلوا للفران. انا عندي زعما بالتجربه الطبسيل ديال الطوس كندخلو للفران كنسخن فيه راه ما كيوقعلو حتى حاجه، غير فاش تخرجوه ما تخرجوش تحطوه نيشان يعني تخرجوه من الفران وتحطوه في الارض، لا غادي يطرطق لكم. ولكن الا خرجتوه من الفران وكنتم موجدين واحد الفويطه اولا هذيك اللي كنحطو عليها ديال الدوم اللي كنحطو عليها هكا الطباسل او البراد، نجيبو غير واحد شويه. هنا راه عندي الزبده مذوبه يعني غير واحد شويه كنرشوها، غادي نحطو هنايا فاش كنصوبو ديك لاصوص فوق الدجاج. دابا هنا غادي نرشو فيه واحد الرشه خفيفه هكا بالزبده، يعني غير بالشيته هانتوما كتشوفوا غير كنرشه رشه خفيفه. الفران راه عندي شاعل، الفران راه هو سخون، حتى كنحسو بديك بطاطا بدات هكا كديري لها هكا كتلقيه بدات كتقرمل شويه، ديك الساعه غادي نهبطو باش الدجاج عاوتاني يتحمر من الفوق. هكا الطبق ديالنا نتاع الدجاج بطاطا هو واجد، راه من بعد ما كندخلوه الفران راه كنحسبوا له 15 دقيقه، 15 دقيقه راه كيكون واجد. هانتوما كتشوفوا راه ما فيه لا يدام لا والو، يعني ديك القليل الزبده اللي درنا راه ما عطاتش ما طلقات والو نتاع اليدام. هكا دابا كنتمنى يعجبكم، وما تنساوش الخيرات في القناه ديالي على اليوتيوب، وخليوا لي الاقتراحات ديالكم في التعليقات. بالصحه وراحه.